أستاذ محمد، أرحب بك ضيفي من باريس. أستاذ محمد، كيف نقرأ هذا الاعتقال لعضو بارز من المعارضة؟ هل هذا جرس إنذار أم أنه بداية لسلسلة من الاعتقالات قد تطال رموز المعارضة السودانية؟ هذا الاعتقال يعبر عن سلوك الحكومة، ويعبر عن حالة العجز التي تعانيها، ويعبر عن فقدانها المبادرة وتعاملها مع انتفاضة الحرية والتغيير بردات الفعل. الحكومة الآن بعد مرور 6 أسابيع من المظاهرات السلمية التي تتوسل اللا عنف سبيلا لتحقيق أهدافها، جردت تماما من كل أسلحتها. ليس رصيد الحكومة الآن من المصداقية صفر، رصيد الحكومة الآن من القيم الأخلاقية صفر، رصيد الحكومة الآن من السياسة صفر. الحكومة تمتلك سلاح واحد وهو أو سلاحين، وهي إطلاق الرصاص الحي والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، واعتقال المتظاهرين ورموز المجتمع، وممارسة التعذيب والقهر. وهذا يؤكد أن هذا هو السلاح الوحيد الذي تمتلكه الحكومة في مواجهة المتظاهرين السلميين. تمام أستاذ فضل الله، أرحب بك، شكرا للانضمام إلينا للحديث. أستاذ فضل الله، بماذا تبرر السلطات السودانية هذا الاعتقال؟ سنسمع من أستاذة مريم لربما تفاصيل أكثر، أيضا فقدنا أيضا أستاذ فضل الله. طيب أستاذة مريم، هل تسمعينني مرة جديدة؟ تمام، إذن سنستمر مع أستاذ محمد ضيفي من باريس إلى أن يعود الاتصال مرة جديدة مع أستاذة مريم. طبعا أستاذة مريم ليست الوحيدة التي تعرضت للاعتقال، ربما هناك بعض الأحداث الأخرى التي يجب تسليط الضوء عليها. هناك أحد لربما مقدمين البرامج أيضا أستاذ محمد تم فصله عن عمله للترحم على الشهداء أثناء حديثه لتقديم نشرة إخبارية أو برنامج. هل تعتقد لربما يعني أن السلطة اليوم تقوم بكسب المزيد من الأعداء عبر ما تقوم به في الأيام الأخيرة؟ بكل تأكيد. أولا، القناة التي فصلت زميلة تاج هي يعني قناة قررت أن تقف مع النظام الحاكم، قررت أن تستهزئ بالثوار والمتظاهرين، قررت أن يعني حتى يعني تحجب حتى الدعاء على الشهداء والترحم عليهم. وعندما وقع الزملاء عقود العمل مع هذه القناة، لم يكن ضمن شروطها أن يلتزموا بموقف مع الحكومة السودانية. هي قناة كما هو معروفة وكما أعلنت عن نفسها أنها هي قناة مستقلة، ولكن هذا الموقف المشين، هذا الموقف الذي يعني صدر اليوم من إدارة القناة، يدل على أن وللمرة الألف أن الإعلام في السودان لم يعد مستقلا، وأن الإعلام هو واحد من أغلب الأجهزة الإعلامية هي أمامها خيار واحد، إما أن ترضخ للسلطة وتظل بوقا دعائيا للسلطة، أو تتعرض للإيقاف وتتعرض للحجب كما حدث لصحيفة الجريدة، وكما حدث لصحيفة الميدان، وما حدث لصحيفة البعث، وما حدث لصحيفة التيار. تمام أستاذ محمد، ولكن على الجانب الآخر حتى نكون منصفين، السلطات السودانية أعلنت عن الإفراج عن معتقلي الاحتجاجات كافة، ولكن اتحاد المحامين هناك يقول بأن ذلك لم يحصل على الإطلاق، ويؤكد على وجود أكثر من 816 معتقلا في السجون السودانية منذ بدء الاحتجاجات لربما أو حتى قبل ذلك بقليل. إلى أي مدى هذا دقيق؟ يعني السلطات تؤكد بأنها قامت بالإفراج عن من اعتقلتهم، على الرغم مما تقوم بها أيضا من اعتقالات أخرى طالت الأخت مريم أو الدكتورة مريم وغيرها من المعارضين. هذا الخبر هو خبر للإعلام الخارجي، هو رسالة إلى الدول التي طالبت وزارات خارجيتها والاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التي طالبت الحكومة بالكف عن اعتقال المتظاهرين السلميين أو وضعهم في السجون. الحقيقة عكس ذلك تماما، تم الإفراج عن 34 معتقلا، بينما أن السجون تعج بما يقارب 3000 معتقل في مختلف مدن وقرى وأنحاء السودان. وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه خبر إطلاق سراح المعتقلين يوم أمس، تم اعتقال 61 متظاهرا، بعضهم اعتقل في أقسام الشرطة، وبعضهم ذهبت به الأجهزة الأمنية إلى أماكن غير معروفة، وحتى الآن لا يدري أهلهم وأقاربهم أين هم. وطبعا الحكومة درجت أصلا على الكذب وتسويق الكذب والإنكار والتمادي في الإنكار، وبالتالي بالنسبة للشعب السوداني وبالنسبة للمراقبين والصحفيين السودانيين والحقوقيين السودانيين
والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان يعلمون جيدا أن هذا الخبر لا عار تماما من الصحة. لم يتم إطلاق سوى بضعة من المحتقلين لا يتجاوز عددهم 1% من عدد المحتقلين في سجون ومحتقلات طيب. النظام. ولكن المثير للاهتمام بالخبر يا استاذ محمد جهاز الأمن والمخابرات وروجت لها وزارة تمام. الإعلام السودانية تمام. المثير للاهتمام بالخبر بأن اللقاء الذي جمع قوش مع المعتقلين الذي من المفترض أنه يعني كما تقول بأن الخبر غير صحيح أنهم أفرجوا عنهم، يقول الخبر بأنه تم تشكيل لجنة بالاتفاق مع الشباب المعتقلين والذين تم الإفراج عنهم لدراسة أسباب التظاهر أيضا، يعني هذا أيضا جانب آخر. هل تم بالفعل هذا اللقاء أيضا أم لم يتم؟ يا سيدي، عندما يأتي مدير جهاز الأمن والمخابرات للسجن ويجد شباب محتقلين ويجلس معهم، هل هذا يسمى حوار؟ هل يمكن أن تحاور مسجونا ومحبوسا؟ هل يمكن أن تدير حوارا مع شخص وضعته في السجن وحرمته من حقوقه الابتدائية في أن يكون حرا، دع عنك أن يكون لديه الحق في أن يقبل أو يرفض مثل هذا الحوار؟ هذا نوع من الأحاديث من السلوك السياسي الطفولي الذي لا يمكن تسويقه ولا يمكن أن يشتريه الشعب السوداني ولا يمكن أن يشتريه أي إنسان عاقل. ذهب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات، الجهاز تمام. المعروف بالبطش وبالقتل وبالتعذيب طيب. وبالتعنيف، ذهب إلى شباب صغار السن وهم محبوسون في السجن تمام. ثم يأتي إعلام البروباغندا، إعلام الدعاية السياسية طيب. الرخيص سنتوسع يقول بذلك. أن تمام. هؤلاء سنتوسع بهذه النقطة، يعني أشكرك لأنك أثرتها، يعني كيف يمكن أن يكون حوارا لدى زيارة مسجون أو معتقل. أستاذة مريم الصادق المهدي أرحب بك من جديد، هل تسمعيني؟ نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض. نعم أسمعك بوضوح سيدي. أرحب بك ويعني نهنيك على السلامة. كيف كانت ظروف الاعتقال؟ ما هو السبب؟ كيف بدأ وإلى أين تم الاتجاه بك؟ ومن هو الذي قام باعتقالك تحديدا أستاذة مريم؟ نعم مرحبا بك سيدي وكل مشاهديك ومشاهداتك في قناة الحرة وبضيفك في الاستوديو. وأعتقد النقطة التي أثارها هي بالضبط محط ما تعرضت له في اليومين السابقين. في الحقيقة هو نوع غريب الآن من الحوارات تتم، الحوار المفروض لعله بعد الحوار المفروض بصورة مباشرة كما أنهك الشعب السوداني بدفع تكاليف لما أسموه بالحوار الوطني وفشل، الآن بعد ما ثار الشعب السوداني وتحرر وبدأ يأخذ في زمام المبادرة عبر ثورة المباركة وقاموا باعتقال العديد من الناس والقيادات السياسية والشباب الناشط وغيرهم، الآن أصبحوا يتحدثوا عن ما يسموه بالحوار من داخل السجون، لأنه بالأمس حضروا بعربتان لمنزلي بعد أن غادرته مباشرة و تهجموا على بناتي في غرفهم بصورة غريبة جدا ومستهجنة في عموم المجتمع السوداني، ولكننا ظللنا طيلة هذه الأسابيع الماضية نرى العجب العجاب من هذه الأجهزة المسمى أمنية في تغول على البيوت والحرمات وغيرها. فبالأمس تعرضت لهذا الأمر، وعندما عدت لأني كما ذكرت لهم أنا لا أختبئ ولا العمل الوطني الذي شرفني حزبي وشرفني كل القيادات الوطنية بالمشاركة معهم فيه هو عمل وطني ولا أخفيه ولا أختفي عنه، بالتالي كنت أود أن أذهب لهم، ولكن من الصباح كان في عدد من الزيارات الأسرية يعني والعام وغيرها، حضروا مرة أخرى بصورة غريبة باثنين بوكسي لحملي إلى جهاز الأمن. هناك كان المسألة الغريبة هي الفكرة فيها إدارة نوع من ما اسموه بالحوار أو ما رأيي فيما يدور اللي هو في ظل ظرف غريب جدا. وعموما أنا تحدثت بوضوح عما أعتقد، وأعتقد أنه الآن النظام في حالة توهان كامل، والمشكلة الكبيرة أنه رأسهم الأكبر لا يستطيع أحد أن يتحدث إليه ولا يستطيع أن ينصحه، وهو الآن يكلف السودان شططا ببقائه في السلطة، وإن الأمور في السودان لم تعد تحتمل. كذلك هذه الزيارات المدفوعة القيمة في الولايات في السعي لإيجاد شرعية مشترى
لا يمكن أن 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 تعكس أن هناك رغبة من الشعب السوداني في بقائه، لأنه كل الدكتاتوريين في العالم بيشهدوا الحشود بالترغيب والترهيب بصورة كبيرة جدا، بل أكبر مما هم يفعلون، وهذا لا يعني غير إنها دكتاتوريات تحاول أن طيب تستغل الشعوب وغيره. طيب والآن ما تم من زيارات للخارج من قطر ومصر يعني راح طيب سيكون محور الحديث هذا ربما بعد قليل، ولكن دكتورة مريم أود أن أفهم منك إلى أين تم اقتيادك تحديدا، ولماذا تم الإفراج عنك، وما الذي تم، وما هي الأسئلة التي تم توجيهها إليك تحديدا دكتورة مريم، حتى نفهم يعني، لأنه بالنهاية النظام يعني السلطة في السودان تعلم بأن اعتقالك أو استجوابك سيثير ضجة كبيرة، ولا بد أن يكون لذلك من رسالة معينة، ليس كذلك دكتورة مريم؟ نعم أنا أعتقد أيوة، تم اقتيادي لرئاسة جهاز الأمن بحي المطار في الخرطوم، ووضعت في الانتظار لمدة ساعتين. في أثناء الساعتين ديل تقريبا بعد ساعة منذ قدومي، بعد قدومي حضر أحد منسوبي الجهاز، أحد الضباط، ويعني كما قال إنه يريد أن يجري معي ونسة. فقلت له أنا لم أحضر هنا لأتونس مع أي شخص، أنا جيت هنا مأخوذة من منزلي لإفادات كما ذكرتم، وبالتالي ما عندي ونسة. وأنا بالعكس أنا لولا إني بلتزم بأجهزة الدولة لما تحدثت لأي منكم، لأنه منذ الأمس تم ترويع أبنائي وغيره، وأنا جيت عايزة أفتح فيكم يعني شكوى أمامكم أمام المسؤولين عنكم. المهم ذهب ما كثر الكلام. بعد ذاك بعد ساعة أخرى أخذت إلى مكتب آخر، وهناك كان مدير الجهاز الفريق صلاح غوش، وبدأ كلام استمر يعني حوالي 40 دقيقة بصورة أساسية حول ما يدور في البلاد وغيره من الأشياء ورؤاهم، ويعني كان فيه زي ما دار يعني ما كان فيه أسئلة وأجوبة، كان فيه يعني ما شنو بفتكر شنو وغيره، وهو هم بيفتكروا شنو، والبلد بتتعرض لشنو، نوع الأشياء زي دي اللي هي في ظرف ما مواتي. أنا بعتقد إنه الطريقة اللي تم أخذي بها اليوم من البيت والطريقة اللي اقتحموا بها بالأمس البيت ما متناسبة مع 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 شكل الحوار الدار. ولعله في الأمر أنا يمكن إبلاغ رسالة لبعض المسؤولين إنه نحن قادرين على المعارضين، ولا يعني أنا حقيقة المسألة بالنسبة لي كلها مثار دهشة أكثر من ممتاز. أمر واضح. طيب. وبعد ذاك صرفت يعني. طيب. نعم. نود أن نستفسر عن ذلك من أستاذ فضل الله رابح القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ينضم إلينا الآن، أتمنى أن تكون تسمعني بوضوح. أستاذ فضل الله شكرا لانضمامك إلينا. إلى أي مدى، طبعا تفضلي بالبقاء معنا دكتورة مريم، سأعود إليك بعد قليل، إلى أي مدى هذا مثير للدهشة بالفعل أستاذ فضل الله؟ إلى أي مدى التوقيت لربما قد يعتبر خاطئ؟ إلى أي مدى الظرف اليوم مواتي بأن يتم اعتقال شخصية قد تثير أو يثير اعتقالها ولو حتى لدقائق قليلة قد يثير الجدل والسخط أكبر على السلطة في السودان؟ ألا ترى أن هذه استراتيجية لا تسير في الاتجاه الصحيح أستاذ فضل الله؟ شكرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. التحية لكم إخوة في قناة الحرة، تحية لمشاهديكم، التحية لديكم في الاستديو الأستاذ محمد الأصباط، تحية لدكتورة مريم. أنا لا أستغرب هذا الحديث من دكتورة مريم، ولا أستغرب ما تم، وبالتالي ولن أدافع عن الأجهزة الأمنية التي تعرف كيف يعني تدير مناشطها، ولكن الذي أقوله أن الآن الحوار يجري في كل مناحي الحياة، وجهاز الأمن واحدة من الأجهزة التي تدير حوار خارجي وداخل، ولكن الذي أقوله يمكن أن يكون الغرض الذي تم فيه استدعاء الدكتورة مريم غير الذي تحدثت عنه، ربما يكون نتيجة معلومات. طيب كيف تم؟ خبرنا خبرنا يا أستاذ فضل الله، كيف تم؟ دعني أكمل. ربما تكون هناك معلومات خاصة بما يدور من تحريض، وخاصة فيما يلي الأمن القومي، خاصة بما يختص بالأجهزة الأمنية، وبالتالي على هذا النسق جاء الاستدعاء، ولكن لا أعتقد
ان الاستدعاء تم بغرض الحوار مع الدكتوره مريم الصادق ام مع حزب الامه، ولكن هذا هو منهج حزب الامه، ظل يتهرب من الحوار ولديه مشكله مؤسسيه في اداره الحوار. مريم الصادق والامانه العامه يتحدثون من منبر مختلف، والامام الصادق المهدي بكل التقدير له وكل تعريفه يتحدث من منبر مختلف، ولذلك ظل حزب الامه بمنهجه الابوي او بمنهجه الاخطبوطي يمحور كل هذه المعلومات ويفبرك في مثل هذه المعلومات الى غيره. ولكن هذه الاحاديث التي تحدثت عنها مريم لن تخدم القضايا الوطنيه، ولكن الذي يخدم القضايا الوطنيه هو كيف نوطن للغه الحوار ولمعالجه قضايا الوطن، كيف نوطن لبيئه سليمه تمهد للانتقال السلمي للسلطه، وجهاز الامن والاجهزه الامنيه الاخرى والقوات المسلحه وغيرها من الاجهزه الامنيه هي منوط بها حمايه البيئه السياسيه لممارسه سياسيه ديمقراطيه سليمه لكل القوى السياسيه. لا اعتقد ان الاجهزه الامنيه تمارس بها الحوار بهذه الطريقه، وبالامس الكل شاهد مدير جهاز الامن ذهب ومكث لاكثر من 3 ساعات مع شباب في سجن الهدى وادار معهم حوار شفاف و يعني معقول. هذه نقطة مهمة يا أستاذ فضل الله، يا أستاذ فضل الله طب نعامل الموضوع، تسمح لي نعامل الموضوع بمنطقية. كيف يمكن للسجان أن يحاور السجين؟ يعني هناك لا يوجد تكافؤ ما بين الطرفين، يعني تضعه بالسجن وتحاور وسيقبل بأي شروط تملى عليه. المنطق العام المنطق العام الأمر ليس بهذه الطريقة. هنالك سجان وسجين، هؤلاء الشباب الآن الدولة وكل الأجهزة تتعامل معهم كشباب سودانيين لديهم مطالب قادتهم لبعض التحركات والاحتجاجات، وبالتالي أدارت معهم حوارا شفافا وموضوعيا وتم الاتفاق على أجندة ربما الأيام المقبلة ستفصح عنها. وبالتالي على ضوء هذا الحوار الذي تم بين مدير جهاز الأمن وهؤلاء الشباب تم إطلاق أكثر من 86 من الشباب، وتحدثوهم بأنفسهم بالأمس لكل الأجهزة الإعلامية، وتحدثوا عن البيئة التي يعني أداروا فيها هذا الحوار مع الأجهزة الأمنية. وبالتالي جهاز الأمن وغيره من المؤسسات يهمه الاستقرار وليس يهمه المنطلقات السياسية. يدير حوار من أجل الأمن القومي لهذه البلد، يدير حوار مع كل القوى السياسية من أجل ممارسة سياسية رشيدة تعلي من القيم الوطنية وحفاظ على أمن هذا الوطن. اصبر معنا قليلا. طيب نعم. يعني معنا صاحبة العلاقة، وأود أن أشكرك أستاذ محمد الأصبط أيضا لصبرك معنا. تسمح لي أود أن أستفسر يعني من الدكتورة مريم أكثر. دكتورة مريم، أنت تبالغين كما يقول الرجل، يعني مش معقول أن السلطات الأمنية قامت بذلك. السلطات الأمنية رقيقة كانت التعامل معك، معقول هذا يا دكتورة مريم؟ والله يا أخي أنا يعني ما تفضل به السيد ممثل المؤتمر الوطني هو حال البلد منذ 30 عاما. هو يقول إنه لا يمكن لأجهزة أمنية أن تدير حوارا، وهو يتحدث بعدها عن الشباب الذين كما تفضلت أنت في ظل ظروف الحبس والسجن يدير معهم ما أسموه حوارا. يعني هو ينفي الأمر ثم يؤكد من باب آخر، يحاول أن يتكلم عن تحريض وغيره وغيره، وبينما هو المفترض أن يكون ممثل لحزب وليس ممثل للأجهزة الأمنية. هو لا يدري عما تكلمت الأجهزة الأمنية، ولكن لأنه مطلوب منه أن يخرج للإعلام، المجموعة التي خرجت مؤخرا تتكلم لتتكلم، ما ليس فيه كلام، ليس فيه محتوى ولا احترام لعقل المتلقي ولا احترام لعقل المواطن السوداني ولا معرفته. بالتالي أنا حقيقة لا أرد عليه. أنا أقول بوضوح ما يجري الآن من المؤتمر الوطني بعد أن تحدث عن مندسين وناس ابتعثوا ودربوا في إسرائيل، ثم يتحدث عن الحزب الشيوعي السوداني، ثم يتحدث عن جسم غلامي تجمع المهنيين، وفي كل هذه الأحاديث الغير المرسلة التي لا علاقة لها بالواقع استمرت الثورة السودانية واستمر الشعب السوداني يقدم في الشهداء ويكافح في هذا النظام، واستمرت القوى الموقعة على إعلان التغيير والحرية تعلن المواكب وتعلن المواقف وتعلن الاعتصامات ويتم الالتزام بها بدرجة عالية.
وبالتالي نحن ماضون. الحبيب الإمام الصادق رئيس الوزراء الشرعي رمز الشرعية في السودان تحدث بوضوح عن أنه هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وأنه بقاء النظام بهذا الشكل غير ممكن، يجب أن يزول. هناك اثنين سيناريو لا ثالث لهما: إما أن يكون هناك عقلاء في النظام يستطيعوا أن يتحدثوا مع رأسهم المشير عمر البشير أنه أصبح مكلف لهم كحزب ومكلف في السودان تمام. كوطن، وبالتالي عليه أن يتنحى بصورة تتيح لهم الحديث مع الآخرين كمواطنين في السودان، أو أن تستمر هذه الثورة المباركة في التصعيد والضغط بصورة قاصدة ليحدث إسقاط للنظام بصورة لا تفضي إلى الفوضى. لدينا سيناريو ولدينا تصور واضح عما بعد هذا الإسقاط. هذا هو المتاح لهم. أما مثل هذه الكلمات المرسلة حقيقة لم يعد لنا من وسع في احتمالها ولا التعامل معها ولا التعاطي معها، ونطلب منهم بوضوح أن يكفوا عن هذا وأن يتعاملوا مع الشعب السوداني باحترام على الأقل. كيف يا أستاذ محمد الأصباط تطالبون بحوار وأنتم كتجمع للمهنيين السودانيين ما زالت الشكوك تحوم حولكم بأنكم جسم أو هيكل غير معرف، ولربما لا تطرحون حوارا مباشرا أيضا يا أستاذ محمد مع الحكومة؟ وهل تقبلون أن تقدموا أو تزكوا منكم قيادات ليتم بدء حوار بالفعل مع الحكومة؟ أولا، تجمع المهنيين وحلفائه الذين وقعوا على بيان الحرية والتغيير لديهم هدف استراتيجي واضح ومعلن ومعروف وموجود ومبذول لكل من يريد أن يعرفه، وهو هذا الميثاق يستهدف إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي. حتى في آليات إسقاط النظام لا توجد أي آلية من آليات الحوار. هذا النظام فاقد للمصداقية، رصيده من المصداقية صفر. هذا النظام تمادى في نقض العهود والمواثيق على مدى 29 عاما. هذا النظام لن نتفاوض معه، لا نحن ولا حلفائنا. إذا كان هنالك سمى التفاوض، سيكون التفاوض على ترتيبات تنحي البشير، لكن لا توجد أي آلية للتعاون مع هذا النظام تنهض على التفاوض أو الحوار. فقط نحن نخوض معركة وطنية سلمية ديمقراطية مدنية تتوسل لا عنف سبيلا للوصول إلى الهدف الذي تعاقدنا عليه جميعا وأوكلنا الشعب السوداني من خلال حضوره على مدى 6 أسابيع لكل دعواتنا للتظاهر في الشوارع والاعتصامات في الميادين. سنظل مواصلين في هذه المسيرة. لا يوجد أي مجال للحوار مع هذا النظام. هذا النظام عرف تاريخيا بأنه لم يلتزم بأي عقد أو ميثاق أمضاه مع أي جهة كانت سياسية أو دولة أو منظمة أو حركة عسكرية أو ما إلى أو حركة سياسية أو ما إلى ذلك. حتى آخر مواثيق هذا النظام الحوار الوطني نقص عنه وخرج منه قبل نحو أسبوعين 22 حزبا ممن تواثقوا معه لأنه نقض العهود والمواثيق. ولذلك خبرتنا وتحليلنا أن لا حل لمشكلات السودان الضاغطة والملحة سوى بذهاب هذا النظام. لا يوجد أي سبيل آخر. بقاء النظام، الحوار معه، إجراء تغيير، كل هذه الآليات لا تصلح لحل ومعالجة مشكلات بلادنا ولا تحل ما يحتاجه شعبنا. دكتورة مريم، ردة فعل الحزب على اعتقالك بشكل سريع، وإذا سمحتي لي، هل الباب مفتوح للحوار؟ هل تقبلون أنتم الحوار أم تحملون نفس الموقف الذي يتبناه تجمع المهنيين؟ يا سيدي، نحن مع تجمع المهنيين ومع قوى الإجماع ومع التجمع الاتحاد المعارض وعدد من الذين وقعوا، نقول بوضوح أن الحوار لم يعد له من مكان نسبة، كما تفضل الأستاذ محمد من قبلي وشرح. أنا لا أريد أن أعيد. ليس ذلك فقط، حتى اليوم مساء اليوم أو في هذا اليوم قام عدد من الذين يسمون أنفسهم تحالف 2020 الذين كانوا تشاركوا في الحوار ما أسموه بالحوار الوطني ويدعوا للانتخابات في 2020، حتى هؤلاء خرجوا بوضوح ليقولوا إنه بيلتمسوا أو بيناشدوا المؤتمر الوطني أن يتوقفوا عن تغيير الدستور ليجددوا للبشير، وبالتالي هم أصبحوا ينحازوا أكثر لفكرة تنحي البشير.
لأنه أصبح الجهة التي تكلف السودان شططا وتكلف المواطن السوداني الكثير. لذلك نحن نقول بوضوح يا سيدي، نحن الآن هناك المجال لمخرج وطني آمن لنا جميعا بمسار في تسليم وتسلم إجراءات تجعل من السودان آمنا، أو المضي قدما في الثورة المباركة بعزيمتنا جميعا في تطوير لإعلان الحرية والتغيير نحو تفصيل لكيفية التغيير نفسه وما بعد التغيير وشكل الحكومة الانتقالية وغيرها. هذا ما نحن ماضون فيه، ماضون في مواكب حاشدة، ماضون في موكب نوعي ليسلم هذه المذكرة من قيادات المجتمع من مختلف المرجعيات، ماضون في أن نحاصر هذا النظام لنخلص شعبنا بأقل التكاليف الممكنة. اليوم هناك محاولة لضرب العلاقة ما بين الشعب السوداني والجيش السوداني، ومحاولة أيضا لعمل نوع من الرشاوة لقيادات الجيش السوداني. نربأ بالجيش السوداني أن يدخل في مثل هذه المساومات الرخيصة من نظام ثبت فشله وثبت عجزه، واتضح موقف الشعب السوداني الآن الاستقطاب واضح ما بين حفنة استأثرت بالسلطة والمال، وما بين كل الشعب السوداني الذي شكرا لك يا دكتورة مريم. شكرا لك مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة، كنت معنا مباشرة من الخرطوم. وشكرا لك أيضا مباشرة من باريس محمد الأسباط المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين. وكنا قد فقدنا أستاذ فضل الله رابح في منتصف الحوار، لربما شكرا لك القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن كنت تسمعنا فضل الله رابح. شكرا لكم ضيوفي.